ما يتقرب به إلى الله من الهدي، من الهدي، فإن هذا من الشعائر ومن تحقيق التوحيد لله في الذبح. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر يجب أن يكون لله، وهو نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يجب إخلاصه لله. فالحاج حينما ينحر أو يذبح ذبيحته يستشعر التقرب إلى الله، وحينما يسمي ويكبر ويقول اللهم أن هذا منك ولك، ويتعبد لله عز وجل، ويستحضر أنه لا يذبح لغير الله، وأنه لا يذبح لغير الله، لا يذبح لملك ولا لولي ولا لجني، وإنما الذبح لله سبحانه وتعالى، وتقربا إلى الله، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان الحاج حينما يذبح يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذه اللحوم والدماء، وإنما هذه شعيرة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك.